الرجل الذي بعده معاذ ابن عفراء رضي الله عنه، هو معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن الحارث رضي الله عنه، أمه عفراء. طيب، شهد العقبتين وبدرا، شوف الخير ده كيف، شهد العقبتين وبدرا رضي الله عنه، وكان من المتصدقين وكان من المجاهدين. قال ابن الجوزي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان معاذ بن عفراء لا يدع شيئا إلا تصدق به، أي شيء يلقاه بيقوم شنو؟ صدق به. فلما ولد له، لما الله رزق ولد ولدا، استشفعت إليه امرأته بأخواله فكلموه، استشفعت يعني طلبت شفيعا، يعني هي تكلمت معاه ودار لها زول كمان شنو يكون شفيع معاه، ما هو وتر وشفع اثنين، يعني كلمت خيلانه يتكلموا معاه، يقولوا له انت خلاص ولدوا لك ولد، بعد ده لو جاك شيء تصدق، لكن ما تتصدق بشنو؟ بكله يعني. طيب، بكل مالك. وقالوا له: انك قد اعيلت، يعني صرت ذا عيال، فلو جمعت لولدك، كان جمعت لك شيء يعني لاولادك يعني لولدك. قال كلمة عجيبة رحمه الله تعالى، قال: أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار، أي شيء ألقاه بس نفسي دي بتابة إلا أستتر به من النار. لأنه يا جماعة الصدقة دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه في الترمذي وعند الإمام أحمد وفي صحيح الجامع: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الصدقة دي بتطفي الخطيئة، فأنت تتصدق ولو باليسير، عزول لو عنده 10 جنيه صدق بجنيه واحد خير، لكن ما يبخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الله بيفتح لك أبواب خير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ذاك طريق الإسلام وذا طريق الكفر والشر. طيب، قال ابن الجوزي رحمه الله: وروي عن عمر قال عمر غير عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا وهب ابن جرير قال: أخبرنا أبي قال: سمعت محمد بن سيرين رحمه الله يحدث عن أفلح مولى أبي أيوب قال. شوف الموقف ده جميل كيف، كان عمر ذل في القصة دي هو عمر بن الخطاب، أما الأول هو عمر بن شبا. قال: كان عمر يأمر بحلل تنسج لأهل بدر، بكرم أهل بدر بما يستحقون، فبعث إلى معاذ بن عفراء لأنه من أهل بدر، بعث إليه حلة، فقال لي معاذ قال لأفلح: يا أفلح بع هذه الحلة أم إيش بيع؟ والصحابة دين أدوه حلة زي ثوب يعني، والثوب ده جميل وغالي، نشوفه الآن غالي جدا، ب1500 درهم. قام اداه له هدية عمر بن الخطاب ووزعه لأهل بدر، قام اداه شنو؟ حلة. قال أفلح، فقال لي معاذ: يا أفلح بع هذه الحلة. قال: فبعتها له 1500 درهم
درهم. ثم قال اذهب فابتع لي بها رقابا، اشتري لي بها شنو؟ رقابا، أي رجالا من الرقيق ممن يباعون ويشترون زمان. أما الآن الناس أحرار ولله الحمد. فاشتريت له 5 رقاب، جاب له 5 أنفار، قال لي ذي اللي اشتريته. شوف معاذ بن عفراء قال شنو رضي الله عنه، قال لي كلمات جميلة جدا وتدل على زهد هؤلاء الناس وعلى عقلهم وعلى تفطنهم لأمر الآخرة. طيب، قال معاذ: والله إن امرأ، يعني إن رجلا اختار قشرين يلبسهما على 5 رقاب يعتقها. قال زول اشتري له توبين يلبسن، وكان ممكن يبيع يشتري بين 5 رقاب يعتق، ده ماله؟ قال: لغبين الرأي. ده زول رأيه شنو؟ لغبين الرأي. قال: اذهبوا فأنتم أحرار. قال للـ5 اللي اشتراهم ديل شنو؟ انتوا شنو؟ أحرار. يعني قال معقولة زول يشتري له توب كان ممكن يبيعه يشتري به 5 ويعتقن ويكون أجر، لأنه أنت لما تعتق لك زول الله بيعتقك من شنو؟ من النار. فقال: أنا 5 أشتريهم بقروش زي دي ولا ألبس لي توب؟ فيه قروش قدر دي. قام أعتقهم كلهم. شو الصحابة ديل ناس دنيا ولا ناس آخر؟ ديل ناس دنيا ولا ناس آخر؟ عمك ده قال ديل بيكاتلوا عشان الدنيا، عمك عم مصطفى هو الدنيا غرقان فيها، زول ده نظارتين بيلبسين عمك ده. أنا ما شفته في الحياة دي زول بيلبس نظارتين إلا عمك ده، نظارة يلبسها يخط نظارة فوق ليه ذاته، زول غريب مرة واحدة وملان حاجات ونا. عمك خليك اشتغل توحيد وسنة وحارب الناس اللي حولك ديل أهل الباطل وأهل البدع، وأنت ذاتك مبتدع. توب لربك سبحانه وتعالى وشو قدرب. خلي الصحابة ديل ما تصلون يا أخي، ديل قامات عالية يا أخي، ديل رجال يا أخي، ديل ناس آخرة ما ناس دنيا ديل. توفي معاذ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، يعني بعد 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.